هنعمل بقى تجربة على المية، لتر ونص مية، نشوف هياخدوا قد ايه، هياخدوا قد ايه في ان هما يسخنوا درجة الغليان. دي حلة المية. طبعا احنا هنا بعد الالمونيا كانت كويسة، لكن احنا بنظن ان احنا نحط ايه، نحط مرايات ونشوف درجة كده عامل ازاي، وهنجربه ونشوف. تعال شوف الدخان اهو. ادوس؟ لا هو كده شغال. تعال بص، ولا انا شفحنا. تعال يا عم اتفضل. طب هو هتوكل بقى الميه ازاي بقى؟ الشمس مش جايبه، هي جايبه هدوء. قرب يعني حتى نشوف الكاميرا عندك. الشمس اكتر. كملناش دقيقة صح؟ ورقة تخينة. اتفضل يا فندم. اي خدمة.
بس عايز اتاكد انها ايه. طب استنى بس اولع لك الورقه دي وبعدين ايه اقول لك. وادي الورقه بتولع اهي تاني. لا تتبع 10 ميجا بكسل باشمهندس، الكاميرا بتاعتي مش قد كده. ما هعمل اي حاجه هنشوف. بس دي تحت ايه؟ تحت مولا تحت. اه عايزين نظبطه اكتر. شايف بص اهي شايف ايه؟ اه بتدخن اهي خشبه بتدخن. لا نظبط على تحت. ماشي خلاص خلاص. لا تتبع 10 ميجا بكسل باشمهندس، الكاميرا بتاعتي مش قد كده. ما هعمل اي حاجه هنشوف. بس دي تحت ايه؟ تحت مولا تحت. اه عايزين نظبطه اكتر. شايف بص اهي شايف ايه؟ اه بتدخن اهي خشبه بتدخن. لا نظبط على تحت. ماشي خلاص خلاص.